في ظل الأجواء العصيبة، ظهر شخص على يوتيوب يدعى اهلا بكم في فيديو جديد من قناة فادي عضلات، يفعل افعالا غريبة. عم اتسرح الاول بس عشان في ناس بتقول لي فادي انت بتنسى تتسرح لما تيجي تطلع تعمل فيديو. وحفظ اغنية ديسباسيتو بسهولة. سي سابسكي جان جيفوراتو ميراندوتي تنجو كيف النار كنتيجوي. نعم حقا انها معجزة، فقررنا نحن ايه بالفيديو ان احنا هنعمل عليه فيديو. الحقيقة جماعنا في الحقيقة جماعة كنت وانا ماشي عندي في البيت وكده، يعني كنت قلت بس اما اشوف يعني العاب القديمة، اما ادور في العاب القديمة، فجبت العاب القديمة فقلت اشوف بقى انا كنت بلعب ازاي يعني، وكنت بلعب العاب ايه، فقلت اشوف كده فلقيت باربي وانا كنت بنت ولا ايه. طبعا في الحقيقة جماعة انا كنت لسه جايب من شوية هندومي، بس الهندومي المشكلة اللي هو ناشف وانا ما بحبوش ناشف صراحة، انا بحبه طري عشان سناني ما جلاش تسوس. يا جماعة أنا قبل كده يعني حصل معايا موقف جميل جدا كان نفسي أحكيه لكم. في مرة وأنا كنت واقف كده قدام الساعة، فلقيت الساعة 1:10 زي ما أنتم شايفين كده قدامكم في نفس اللحظة دي، فأنا قعدت أفكر طب تعمل إيه يا وادي يا فادي، فكنت أنا عايز أعمل إيه، يعني عايز الساعة بدل ما تبقى 1:10 كنت عايزها 1:30 عشان انا كنت رايح مشوار ومستعجل، كان نفسي الساعة تيجي 1:30 بس ساعتها الساعة جت 1:30. السلام عليكم، فيديو جديد من قناة اي بي فيديو. النهاردة يا شباب داخلين وجايين بكل حماس، هنتكلم عن شخصية طلعت على اليوتيوب وبدأت تتشهر شوية، بدأت تتشهر شوية على اليوتيوب، وهي شخصية فادي عضلات. ممكن يا جماعه ممكن يكون كتفي باظيز. باي حلو اهو، ما شاء الله باي جميل اهو. استنى اوريكم بالظبط اهو، كله ظب على العضله اهو. استنى اما اشد كويس بس عشان العضله تطلع. ده بتاع الكتف اللي هو كان كتفه باظ، واللي غنى اغنيه ديسباسيتو بصوته روعه جدا جدا. سي سابسكي جان جيفوراتو ميراندوتي ديوا في كاتوميرادا استابا جامان دومي ورسيلماني دخلي المتال مفيوسيل كندفايا من دوبلاد. طبعا زي البداية اللي احنا عملنا لكم شفتوا، هو بداية ده كلمته المشهورة في الحقيقة جماعة. الحقيقة جماعة هي الحقيقة جماعة دي، واحنا كنا طالعين اللي احنا مش عايزين نترق عليه، لكن انا بقعد اتابعه جدا صراحة وبضحك، يعني بضحك والله ساعات من فيديوهاته وساعات كمان بيكون فيديوهاته حلوة في الجيمينج والألعاب، بس أنا قلت أطلع يعني أدعمه، وتلاقوا قناته تحت في الديسكريبشن. في ناس قالت لنا اطلعوا التريقوا عليه وإحنا رفضنا عشان إحنا ما بنحبش نتريق على أي حد. طبعا إحنا ما بنحبش، إحنا مش مجالنا إن إحنا نتريق على أي حد، بس هو إيه إحنا عايزين إيه يعني، إحنا بنعمل فيديوهات كوميدي وكده لكن مش على أشخاص، ما بنعملش على أشخاص، بنعمل على حاجات عامة تمام. وبس حبينا نوصل فكرتنا يعني للناس، وبدايه الفيديو دي كانت بدايه كده صغيره اللي هو عادي يعني بنهزر وكده، وبس كده ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه لو عجبك الفيديو، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. نشوفكم في الفيديوهات الجايه. سلام.